كشف الإعلامي عبد العالي مزغيش عن اتصال جراه مع الصحفية السورية بوعمامة البارح، اعترفت فيه بأنه أكثر ما أثر فيها بعد وفاة زميلها الإعلامي كريم بوسلم هو أنه رحل دون أن يحضن طفله الصغير، حيث أن زوجته حامل في الشهر السادس وهي مصابة بفيروس كورونا. هذا وطمأنت بوعمامة أن صحتها بدأت تتحسن بعد إصابتها هي الأخرى بالفيروس اللاعين. بعد وعكة صحية مر بها مؤخرا تحسنت الحالة الصحية لمغني الراي الشاب قديرو المعروف بأغنية نديرها ولا تطيح روح، واللي اشتهر بها في أواخر التسعينيات القرن الماضي. ويعاني عبد القادر بديك المعروف بقديرو من داء السكري وضغط الدم، وكانت حالته الصحية دهورت فجأة بعد زج شقيقه الشاب بيلو في السجن نهاية الأسبوع اللي فات. الحمد لله على السلامة.